تركيا ليست ولاية اليوم، عادت ليبيا في بداية معركة كرامة كنا نرى جرافات التي تأتي لمناء بنغازي لدعم الميليشيات والمنظمات دواعش والمنظمات الإرهابية في بنغازي لقتل أبناء الشعب الليبي وقتل الجيش الليبي. ذكر هذه الأحكام تأتي كلها من تركيا، ولكن عندما تم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب ومن الدواعش أصبحت تركيا عالية الآن يعني ترسل وأكيد لها يعني معاونين في هذا المنفذ. أصبحت ترسل كمية كبيرة من الأسلحة لزعزعة استقرار في ليبيا ولعدم استقرار دولة ليبيا، ورأت أن ليبيا يعني خاصة المنطقة الشرقية قد تحررت يعني وستستقر ليبيا، إلا أن لتكون تركيا عائق أمام هذا الاستقرار. لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري العميقين إلى رجال الجمارك ورجال الأمن في الموانئ الليبية مصراتة والقمص من بنغازي وأبناء قوات المسلحة والشرطة العسكرية في طبرق التي تم قبض أخيرا على أسلحة مهربة إلى مصر. يعني ليبيا تركيا لا تريد الاستقرار في ليبيا وتريد زعزعة الاستقرار لمنطقة دول الجوار وكذلك دول المغرب العربي. الأسلحة التي ضبطت في الأسبوع الماضي كانت متجهة إلى مصر، يعني لا تستطيع أن ترسل أسلحة إلى الموانئ المصرية لقوات الأمن، ولكن لوجود الفراغ في الموانئ الليبية أو يوجد من يعونهم لكي تزعزع استقرار ليبيا ولكي تعود المنظمات الإرهابية إلى المدن الليبية وتحكم المنظمات الإخوانية ليبيا مرة أخرى. فهدف لتركيا وما وراءها قطر التي التمويل وقطري أيضا أكيد هو عدم استقرار دولة ليبيا وعدم استقرار الدول الجوار، ولكل ليبيا تبعية لتركيا حتى يتحكم فيها الإخوان والإرهابيين على السلطة.